كثير منكم من طلب مني أن أشارك معكم وأن نعمل حلقة بخصوص قرعة كأس أمم أفريقيا المتوقعة بقوة أو النسخة العشوائية. لذا مشاهدين، هذا ما سنفعله بالضبط في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشارك معكم أعزائي المشاهدين قرعة كأس أمم أفريقيا لسنة 2022 النسخة العشوائية، لكي نعمل مقارنة مع النسخة الرسمية بطبيعة الحال الصادرة من الكاف. وطبعا سأشارك معكم نظام هذه البطولة وكل شيء متعلق بهذه البطولة، وسأجيب عن جميع الأسئلة التي يعني تكررت عندي بشكل كبير جدا قبل أن نمر إلى عمل القرعة العشوائية. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى وغير مشتركين في القناة، فرجاء اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. أولا أعزائي المشاهدين، أجيب عن الأسئلة التي وصلتني بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. موعد القرعة سيكون أعزائي المشاهدين غدا يوم 17 من شهر أوت على الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. وطبعا القنوات الناقلة لهذه القرعة وهذا الحفل يعني لقرعة كأس أمم أفريقيا لسنة 2022 يعني ستبث عبر قنوات بي إن سبورت. فنتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية. طبعا نظام هذه القرعة أعزائي المشاهدين سيتم وضع يعني المنتخبات 24 المتأهلة في أربعة أوعية مختلفة، ويضم كل منها ستة فرق بناء على تصنيف الفيفا الأخير الصدر يوم 12 أوت بطبيعة الحال. وكما تشاهدون أعزائي المشاهدين، هذه هي المستويات الظاهرة أمامكم. في المستوى الأول المنتخب الوطني الجزائري والكاميرون، نيجيريا، السنغال، تونس والمغرب. المستوى الثاني كان فيه مصر، كوت ديفوار، غانا، بوركينا فاسو وأيضا غينيا ومالي. بينما المستوى الثالث فيه الجابون، زامبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر، سيراليون. أما المستوى الأخير والرابع فيه السودان، جزر القمر، مالاوي، غامبيا، غينيا الاستوائية وإثيوبيا. أما الخطوة الثانية سيتم وضع منتخب واحد من كل مستوى في المجموعة واحدة لكي تكتمل الستة مجموعات في الدوري الأول، ويخوض كل منتخب ثلاث مباريات خلال المرحلة المجموعات ويتأهل للدور 16 كل من المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى أفضل أربع منتخبات يحتلون المركز الرابع. ومن دور 16 أعزائي المشاهدين وصولا إلى المباراة النهائية ستكتمل البطولة بنظام الإقصائي الذي يقضي بتأهل الفائز وخروج المغلوب بطبيعة الحال. وتمنيتنا بالتوفيق لجميع المنتخبات المتأهلة. طبعا اعزائي المشاهدين، الان ساشارك معكم قرعه كاس امم افريقيا المتوقعه بقوه حسب قناه وليد هوب النسخه العشوائيه. في بداية الأمر أعزائي المشاهدين، عد هذه الستة الخانات. وطبعا أعزائي المشاهدين، الكاميرون سيكون في الخانة الأولى من يعني المجموعة الأولى الظاهرة أمامكم بطبيعة الحال، لأن الكاميرون هي يعني المحتضنة لهذه البطولة، فلهذا يجب أن تكون في الخانة الأولى. على كل حال سنباشر في العمل أعزائي المشاهدين ونضغط على سكان كما تشاهدون ونرى من الذي سيكون في يعني الخانة الثانية. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، السنغال. وطبعا اعزائي المشاهدين نحذف السنغال من القائمة ونذهب اعزائي المشاهدين لمعرفة من هو المنتخب الآخر الذي سيكون في المستوى الأول عبر المجموعات. طبعا اعزائي المشاهدين ننتظر ويا نرى يعني المغرب. المغرب سيكون في الخانة الثالثة كما تشاهدون. نحذف المغرب اعزائي المشاهدين ونمر نتعرف على المنتخبات الأخرى. طبعا اعزائي المشاهدين عدنا الجزائر، المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة الظاهرة أمامكم. وننتقل اعزائي المشاهدين لكي نعرف من سيكون في المجموعة الخامسة، ونضغط على سكان اعزائي المشاهدين ونرى من سيكون في المجموعة الخامسة. نيجيريا كما تشاهدون، نيجيريا الظاهرة أمامكم. واعزائي المشاهدين لكي يتبقى لنا المنتخب الأخير ألا وهو منتخب تونس في يعني المجموعة الأخيرة والسادسة. طبعا اعزائي المشاهدين ننتقل الان الى الوعاء الثاني الذي سيضم المستوى الثاني بطبيعه الحال، ونضغط على سكان ونرى ما سيكون مع منتخب الكاميرون يعني محتضن هذه البطوله. عدنا بوركينا فاسو كما تشاهدون، وايضا نبحث عن منتخب عشوائي لكي يكون مع منتخب السنغال في نفس المجموعه الثانيه. عدنا منتخب غانا الظاهر امامكم. وطبعا اعزائي المشاهدين نضغط على سكان مجددا لكي يتبين لنا المنتخب الموالي. منتخب مالي سيكون مع المنتخب المغربي الشقيق بطبيعه الحال. وننتقل اعزائي المشاهدين لكي نعرف من سيكون مع المنتخب الوطني الجزائري في نفس المجموعه الرابعه. عدنا منتخب مصر، وطبعا اعزائي المشاهدين ستكون هذه المباراه قويه بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري. مباراه ناريه اعزائي المشاهدين وقويه على جميع
الأصعدة. ننظر إذا مشاهدين ونرى ما سيكون في المجموعة الخامسة مع نيجيريا. إذا مشاهدين سيكون منتخب كوت ديفوار. كوت ديفوار إذا مشاهدين منتخب قوي بطبيعة الحال، وسيبارز منتخب نيجيريا المنتخب القوي أيضا. أما المنتخب الأخير إذا مشاهدين عندنا منتخب غينيا كما تشاهدون. لكي تتضح لنا المجموعات الستة فيها كاميرون بوركينا فاسو، طبعا إذا مشاهدين هذه نوعا ما يعني مباراة سهلة، السنغال وغانا، المنتخب المغربي ومنتخب مالي نوعا ما يعني مباراة سهلة للمنتخب المغربي، بينما إذا مشاهدين يعني حاليا الجزائر ومصر يعني مجموعة قوية، نيجيريا كوت ديفوار مجموعة قوية أيضا، تونس وغينيا يعني متوسطة. ننتقل الآن إذا مشاهدين لكي نعرف يعني من سيكون في يعني المستوى الثالث مع المنتخبات الظاهرة أمامكم. إذا مشاهدين نعمل سكان ونرى من الذي سيكون مع الكاميرون وبوركينا فاسو. عدنا غينيا بيساو، غينيا بيساو إذا مشاهدين منتخب ويعني ليس بالقوية إذا مشاهدين، وستكون هذه المجموعة سهلة نسبيا على كل من كاميرون وبوركينا فاسو. وإذا مشاهدين نبحث أيضا عن المنتخب الذي سيكون في يعني المجموعة الثانية، ويتضح لنا إذا مشاهدين المنتخب الظاهر أمامكم زيمبابوي. ما رأيكم إذا مشاهدين حتى الآن يعني في قرعة كأس أمم إفريقيا لسنة 2022 النسخة العشوائية؟ ما رأيكم إذا مشاهدين؟ اكتبوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات. والآن إذا مشاهدين سنعمل سكان وسنرى ما سيكون في المجموعة الثالثة. طبعا إذا مشاهدين ننتظر قليلا ونرى من هو المنتخب. عدنا منتخب موريتانيا. إذا عندنا منتخب موريتانيا أمام المغرب ومالي. الآن إذا مشاهدين ننتقل إلى المجموعة الرابعة ونعمل سكان للمنتخبات المتبقية في الوعاء الثالث لكي نرى ما سيكون يعني مع المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري. عندنا إذا مشاهدين منتخب سيراليون، منتخب سهل بطبيعة الحال، سيراليون أمام الجزائر ومنتخب مصر. المنافسة ستكون قوية بين المنتخب الجزائري حامل نسخة كأس أمم إفريقيا للنسخة الماضية أمام المنتخب المصري، ولكن سيراليون يعني منتخب نوعا ما متوسط. ننتقل الآن إذا مشاهدين ونرى من سيكون منافسا لنيجيريا وكوت ديفوار في المجموعة الخامسة. بقي لنا منتخبين، عدنا منتخب الغابون بطبيعة الحال هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم، لكي يبقى لنا منتخب أخير ألا وهو الرأس الأخضر. فعدنا زي مشاهدين المجموعات الظاهرة أمامكم فيها الكاميرون بوركينا فاسو وغينيا بيساو في المجموعة الأولى، المجموعة الثانية السنغال غانا زيمبابوي، المجموعة الثالثة فيها المغرب مالي موريتانيا، المجموعة الرابعة الجزائر مصر سيراليون، المجموعة الخامسة نيجيريا كوت ديفوار الغابون، أما المجموعة الأخيرة فيها تونس غينيا بطبيعة الحال والكاب فيرد الرأس الأخضر. نمر الآن إذا مشاهدين إلى آخر وعاء، الوعاء الرابع للتصنيف الرابع، وسنرى ماذا ستصفر لنا القرعة العشوائية. نضغط سكان إذا مشاهدين ونرى طبعا إذا مشاهدين عندنا منتخب غامبيا لكي تختتم لنا هذه المجموعة فيها الكاميرون بوركينا فاسو غينيا بيساو وغامبيا الظاهرة أمامكم. أخبرونا أراكم إذا مشاهدين في صندوق التعليقات حول المجموعة الأولى، وننتقل إذا مشاهدين إلى المجموعة الثانية التي تضم كل من السنغال غانا وزيمبابوي، ونعمل سكان ويتضح لنا إذا مشاهدين غينيا الاستوائية، غينيا الاستوائية مع زيمبابوي غانا والسنغال. يتبقى لدينا أربعة منتخبات ونعمل سكان لكي نرى ما سيكون مع المغرب مالي وموريتانيا. من المنتخب الذي سيكون في المجموعة الثالثة؟ عدنا منتخب السودان كما تشاهدون في الشاشة الظاهرة أمامكم، هذا رابع منتخب إذا مشاهدين للمجموعة الثالثة. أخبرونا أراءكم عن المجموعة الثالثة والمجموعة المهمة لنا كجمهور جزائري، سنرى من سيكون مع المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الرابعة. نعمل سكان إذا مشاهدين مجددا، وإذا مشاهدين ستصفر لنا القرعة عن منتخب جزر القمر، جزر القمر في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر مصر سيراليون وجزر القمر. المجموعة إذا مشاهدين نوعا ما متوسطة، ولكن ستكون قوية مع منتخب مصر فقط بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، فنتمنوا لهم كل التوفيق. ننتقل إلى يعني المجموعة الخامسة لكي يتبقى لدينا منتخبين فقط. المنتخب الذي سيكون في المجموعة الخامسة عدنا مالاوي كما تشاهدون في الشاشة الظاهرة أمامكم، والمنتخب الأخير سيكون إذا مشاهدين إثيوبيا في المجموعة السادسة.
هذه هي القرعة المتوقعة والنسخة العشوائية من قناة وليد هوبز. القرعة كانت كالآتي باختصار شديد: في المجموعة الأولى كاميرون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو وغامبيا، بينما المجموعة الثانية السنغال، غانا، زيمبابوي وغينيا الاستوائية، المجموعة الثالثة المغرب، مالي، موريتانيا والسودان، المجموعة الرابعة الجزائر، مصر، سيراليون، جزر القمر، المجموعة الخامسة نيجيريا، كوت ديفوار، غابون، مالاوي، المجموعة السادسة تونس، غينيا، الرأس الأخضر، وأيضا أعزائي المشاهدين إثيوبيا. المواجهتين يعني القويتين بشكل كبير جدا هي في المجموعة الرابعة بين الجزائر ومصر، وأيضا الخامسة بين كوت ديفوار ونيجيريا. أما أيضا أعزائي المشاهدين ممكن أمام السنغال وزيمبابوي وأيضا غانا. بالنسبة للكاميرون نوعا ما أعزائي المشاهدين يعني متوسطة نسبيا مقارنة بالمجموعة الرابعة للمنتخب الوطني الجزائري والخامسة لمنتخب كوت ديفوار. اخبرونا اراءكم في صندوق التعليقات عن هذه القرعه المتوقعه، وماذا تتوقعون اذا المشاهدين؟ هل هي جيده خاصه يعني المجموعه الرابعه للمنتخب الوطني الجزائري، ام ترونها يعني قويه جدا؟ المنتخب الوطني الجزائري عنده حظوظ كبيره للمحافظه على كاس افريقيا للنسخه الماضيه سنه 2019 الذي اخذناها من الارض المصريه، فممكن اننا سنواجه منتخب مصر بطبيعه الحال في هذه النسخه، نسخه سنه 2022. كان هذا فيديو اليوم، اخبرونا اراءكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.